نعم، الألباني رحمه الله قال: يظن البعض أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أئمة السلف، قد يظن البعض أن شيخ الإسلام لا يرى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح، وإنما المراد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله هي الزيارة التي يترتب عليها محذور شرعي. أما إذا خلت من المحذور من شد الرحل وما شابه ذلك من المحظورات الشرعية فإنها من السنة ومن المشروع.